أهلا بيكم. هنتكلم عن تغيير مضخة البنزين للسيارة شوفرلي أوبترا. نحاول تشغيل المحرك ولا يصل بنزين لرشاشات الحقن الإلكتروني، وسبب العطل مضخة البنزين. بنتابع طريقة تغيير المضخة، فك الفيشة وطوق تثبيت المضخة بالطريقة دي، ثم خراطيم البنزين. بنشيل طوق التثبيت خالص، ثم مضخة البنزين. بنتركها تصفي كل البنزين المحمل بالأتربة، طبعا دي عوامة مؤشر البنزين، أسلاك الفيشة، والخراطيم الداخلية. هنا آثار الأتربة داخل غرفة المضخة، وبنلاحظ ان طلمبة البنزين القديمة بدون فلتر، وده احدى الاسباب الهامة التي تؤدي الى تلف الطلمبة. بنغير الموتور القديم، ده الموتور الجديد. وما ننساش تجميع الفلتر. الفلتر هو الحاجز الأول لمنع وصول الأتربة إلى رشاشات الحقن الإلكتروني. ثم نجمع الفيشة الداخلية وفيشة المضخة والأسلاك الداخلية، ونرجع كل شيء زي ما كان. بنجمع طوق التثبيت خراطيم البنزين وفيشة المضخة.
وبكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم وإلى اللقاء.